في ذات السياق اختتمت مجموعة كشافة ومرشدات الروم الأرثوذكس الصويفية مخيمها السنوي الذي أقيم في مدينة مادبا واستمر 3 أيام. وتضمن المخيم الذي عقد هذا العام بعنوان اعمل بالقانون على العديد من الأنشطة الدينية والفقرات الترفيهية والفنية والثقافية بمشاركة حوالي 120 فرداً من الأشبال والجوالة بقيادة القائد فؤاد شحادة. وألقيت في المخيم الكشفي جملة من المحاضرات المفيدة قدمها عدد من الأساتذة الأجلاء، وتركزت موضوعاتها حول القانون الكشفي. كما تضمن الحفل الذي شارك به جمع من المدعوين تكريم عدد من القادة المتميزين، بالإضافة إلى ترفيع بعض الأفراد من الأشبال والجوالة. كان مخيم ومعسكر ناجح، عدد الأفراد كان عندنا حوالي 120 فرد لكامل المجموعة من الشبل للجوالة. واليوم زي ما شفتوا كان في عنا حفلة السمر، السمر كان فيها استعراض لكل الأعمال اللي اشتغلوا عليها الأفراد بالثلاث أيام، بالإضافة إلى كان في عنا ترفيعات من مرحلة لمرحلة، بالإضافة إلى كان في تكريم لأفضل الأفراد المتميزين في المخيم. بحب أشكر قناة النورسات اللي دائما بتوقف معنا برعاية دكتورة باسمة السمعان، وأكيد بحب أشكر اللي دائما بركته بتكون معنا مطراننا سيدنا خريستوفرس عطلة، وبركة أبونا إبراهيم دبور اللي ما منستغني عنها، بلس بشكر كل القادة أهمها قائد فؤاد شحادة لأنه هو اللي دائما بدعمنا معنويا ماديا اجتماعيا، وكل الأفراد اللي وقفت معنا من صغيرهم لكبيرهم.